قد تكون التغيرات المزاجية التي نتعرض لها خلال حياتنا اليومية من الأمور الطبيعية التي ترتبط بالمواقف والأحداث الضاغطة علينا، لكن في حال استمرت هذه التغيرات المزاجية وأخذت حد التطرف ما بين السعادة المطلقة وما بين الاكتئاب الشديد، هنا نستطيع أن نسميها اضطراب نفسي. لكن ما هو شكل هذا الاضطراب وكيف يكون علاجه؟ نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور أمجد شميعان، مستشار أول الطب النفسي واختصاص فرع طب نفسي وأطفال. مرحبا دكتور أمجد. الله يحييك وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا، نورتنا يا دكتور. الله انت يخليكي. من أهل البيت دائما. الله يخليك، تسلمي. هلا دكتور، التغيرات المزاجية متى تصبح مؤشر لاضطراب نفسي خطير؟ طبعا ستي، كل إنسان بالدنيا بمر بتغيرات مزاجية خلال يوم أو خلال أسبوع، لكن متى يعتبر الاضطراب أو التغير بالمزاج اضطراب؟ لما يأثر على حياة الإنسان. أنت اللي بتحكيها في بداية الحلقة على السعادة المطلقة والحزن المطلق، اللي بقصدوها معظم الناس اللي هو الاضطراب ثنائي القطب. اللي الإنسان بمر في مراحل بشعر فيها مش بكلمة سعادة مطلقة، بعظمة أو بالشعور بحالة زهو والنشوة الزايدة عن اللزوم، اللي أحيانا تصل لمرحلة بيعتقد الإنسان على أنه هو أحسن واحد بالدنيا، أعظم واحد بالدنيا، وبعضهم بصير يحكي عن حاله أنه واحد من الأنبياء أو الأولياء وقادر على حل كل المشاكل. بتدخل في الناس، بصير كلامه كثير، بصير سريع الغضب، بصير يحس على أنه كل الناس تتطلع عليه والكل بحزده، ببطل ينام كويس في الليل، بيأثر على شغله، يعني اندفاعي بشكل عام. والاندفاعية بالضبط. فطبعاً هذه الحالة بسموها الهوس. أو العظمة. هاي نوبة من نوبات ثنائي القطب. نوبة من نوبات ثنائي القطب. طبعاً نوبات ثنائي القطب في منها درجات. في إشي بسموها المانيا اللي حكينا الآن فيها، اللي بسموها حالة الهوس الكبير. اللي بشعر الشخص فيها بالعظمة لدرجة أنه بكون سريع الانفعال وغير قادر على إكمال واجباته اليومية، بصير عصبي، ممكن يصير يضرب، ممكن يصير يؤذي، بطل بنام. هاي بسموها المانيا أو الهوس الكبير. في درجة أقل منها بسموها الهايبومانيا، تحت الهوس. تحت الهوس. لكن هاي الحالة صراحة بشعر الشخص بالعظمة، بنشاط زائد، بحركة زائدة، بقلة نوم، لكن معظمهم ما بيأثر على حياتهم اليومية. ممكن يستمر في عمله، حتى بالنسبة لبعض الناس بيبين أنه بطل، مؤشر إيجابي خصوصا بالضبط. في بيئات العمل، في كثير في بيئات العمل بيكون شخص عنده هاي بسموها الهايبومانيا أو ما تحت الهوس، بيكون النشاط عنده والإنتاجية عالية، قدرته على الكلام قوية، بنتقد بسهولة وما بيهتم للي حواليه، بفكرون الناس أنه بطل أو أنه قائد. هذه مهمة جدا الحالة، واثق من نفسه. واثق من نفسه. في عندنا برضو حالة أقل درجة منها بسموها اضطراب دوروي المزاج. هذول الناس بيكون عندهم حالات لسه أقل من حالة الهوس العادي، بمروا بمراحل معينة بحياتهم ولفترات طويلة من النشاط الزائد، الحركة الزائدة، لدرجة أنه ما حدا بلاحظها هو بتحملها. وفي خلال الفترات هاي بتعتبر حالات يعني بسط، واللي حواليه بيرتاحوا كثير عليها وما بتأثر على حياته. لكن هذول الفئة متى بيراجعوا أكثر؟ لما يكتئبوا. لما يعني أنا طول ما أنا في المانيا أنا مرتاح ومبسوط، واللي حوالي مبسوطين إلى حد ما علي. هنا ترى هذه المشكلة بهاي الحالات باضطراب دوروي المزاج. عادة لما يجوا عند الأطباء بيجوا بحالات اكتئاب أو حالات حزن. هلا إذا الطبيب أو الفاحص أو المعالج السلوكي ما دقق في الحالة وما سأله إذا في عنده نوبات فرح مرت وما تعامل معها، ممكن الدواء المضاد للاكتئاب يدخل الشخص في حالات الهايبومانيا اللي هي ما تحت الهوس أو بحالات الهوس. هذه مهمة جدا، والحالة هاي ترى بالمناسبة شائعة وتشخيصها قليل. في كثير ناس يعني بتشخصوا اكتئاب وبأخذ دواء اكتئاب وفجأة ولا مزاجه مرتفع. هاي الحالات مهمة جدا. إذا هذا يعتمد على مدى الدقة في التشخيص دكتور. الدقة في التشخيص مهمة جدا، وخصوصا في حالات اللي بسموها السايكلوثايميك ديس أوردر أو اضطراب دوروي المزاج. إذا دكتور، كم مدة الهوس تكون في ثنائي القطب؟ حسب طبعا. عندنا النوع الأول اللي بيكون فيه الهوس الكبير اللي حكيناها المانيا، هاي قد من أسبوع وأحيانا تستمر لست أشهر أو أكثر.
واحيانا بتكون بشكل متقطع ولا بشكل عاده في بعض من الحالات بتكون الامور فيها صعبه جدا، بحيث انه حتى التداخلات العلاجيه بتاخذ فتره طويله لما تعدل الشخص، وبهاي الفتره طبعا الاهل بصير عندهم حاله من الضغط النفسي وبيضطروا يتنقلوا من طبيب لطبيب وتغيير الادويه. هنا انا حاب انوه للاهل انه عاده اللي بيبدا مع الطبيب يضل مع الطبيب، لانه الادويه النفسيه لعلاج حالات المانيا بدها وقت وبدها صبر للاسف دكتور، وهذا ما قد يفتقد الكثير من الاهالي، عامل الصبر في التعامل مع ثنائي القطب بالضبط، يعني يرى بانه يجب ان يكون الدواء سحري وفعال ومن اول جرعه لذلك يضطرون ويلجؤون الى تغيير الطبيب باستمرار. انا بلاحظ بالعياده بيكونوا يعني مشوا على اكثر من عياده واكثر من زميل، والواقع اللي الدواء بده يعني فترات معينه للشغل، لا بكون الشخص محظوظ انه النوبه مثلا ممكن احنا حكينا من اسبوع ولغايه 6 اشهر. نعم. ممكن بخلال اسبوعين يتحسن، بخلال 3، لكن أنا بعرف حالات استمرت 6 شهور وبعضها أكثر. الاكتئاب الشديد دكتور الذي يعقب الهوس في ثنائي القطب من النوع الأول وفي ثنائي القطب من النوع الثاني، كيف يكون شكل هذا الاكتئاب؟ وحتى بالنوع الثالث بيختلف شكله عادة عن الاكتئاب اللي بالأنواع العادية. عادة بتلاقي الشخص كل الوقت بيكون حزين، كل الوقت بيكون مش قادر يتحرك. يعني أنا كطبيب لما يجيني الشخص مكتئب ويحكي لي أنا تعبان كل الوقت، أنا زهقان كل الوقت، مش عارف أتحرك، أكلي زاد، نومي زاد، أنا هون ببدأ أسأل إذا كان في عنده تاريخ مرضي لحالات هوس كبير أو هوس متوسط أو هوس خفيف. وهذول الحالات صراحة عادة استجابتهم للعلاج ولعلاج دواء الاكتئاب بتكون دائما ضعيفة جدا، وإذا استجاب أحيانا بتكون سريعة وقد تحوله إلى حالات الهوس. لهذا السبب الاكتئاب اللي بيصير بعد حالات الهوس الكبير أو ما تحت الهوس أو هوس دوروي المزاج يجب أن يعالج بمضادات الصرع، وخاصة المادة اللاموتروجين أو الصوديوم فالبرويت، والأحسن من الاثنين اللي هو الليثيوم. دواء قديم ودائما بيحكوا الخير بالعتاقة وفعال جدا، لكن المشكلة الناس بيخافوا من موضوع الليثيوم لموضوع تعاون المريض مع أخذ الدواء، لأنه في ليفل معين أو مستوى معين للليثيوم بالدم الأطباء بيخافوا يكون المريض غير متعاون، يأخذ جرعة زائدة أو ما ينتظم في العلاج، فالمعظم بيلجأ لمضادات الصرع اللي هي اللاموتروجين أو له أسماء تجارية عديدة. المشكلة أيضا دكتور مدى توفر الليثيوم في الأسواق العربية أيضا. حاليا متوفر وأسعاره صراحة يعني وأسعاره كثير مناسبة. وأنا صراحة عندي المرضى اللي يعني الأجوبة حالات دوروي المزاج وهايبومينيا ومينيا، أنا شوية بتجرأ وبعطي ليثيوم، لأنه نسبة يعني التحسن على الليثيوم صراحة عالية جدا. دكتور عندما نتحدث عن الاكتئاب في ثنائي القطب هل ترافقه أفكار انتحارية؟ طبعا في كثير من مرضى الاكتئاب ثنائي القطب الانتحار بكون يعني خلينا نقول يعني واضح جدا، ونسبة الانتحار بثنائي القطب زي الانتحار في حالات الاكتئاب العادي قد تصل إلى 15 ولا 20% من الحالات. هون إحنا كأطباء لازم نكون حذرين وبالتعامل مع هاي الحالات، وعادة إحنا مباشرة لازم نخلي المريض على هاي الأدوية المضادة للصرع زي اللاموتروجين أو الديباكين أو حتى الليثيوم حسب شدة الحالة. وصراحة إذا كان في أفكار انتحارية الليثيوم هو رقم واحد في منع الأفكار الانتحارية. كم تستمر مدة نوبة الاكتئاب؟ كما هو الحال في الهوس دكتور؟ صراحة ممكن تستمر فترات طويلة، وعادة بتلاقي المريض برضو بلف على الأطباء من طبيب لطبيب، بشعر بالحزن بشعر بالاكتئاب. ولكن صراحة أنا يعني ممكن أني أنا بخبرتي يعني أحكي على أنه أنا لاحظت على أنه الليثيوم هو اللي بحل الموضوع بسرعة، لكن زي ما ذكرت لك في البداية في كثير ناس بتجنب الليثيوم لاعتبارات المستوى الثقافي للمريض والخوف من حصول السمية من الليثيوم. السمية من الليثيوم يعني إلها مخاطرها، وإذا طيب المريض مش متعاون إلها بتشكل عائق أو مشكلة كبيرة. الاعتمادية كيف تكون على أدوية مثل الليثيوم في علاج ثنائي القطب؟ هلأ عادة إذا الليثيوم المريض مشت أموره فيه كويس، سواء كان في حالات الاكتئاب لما تصير مع الانتحار أو إذا استخدمناه لما في حالات الهوس بيظلوا مدى الحياة على الليثيوم. نعم. هلأ كان في بفترة من الفترات بيحكوا لما تصير تكون الست حامل
انه الليثيوم بياثر على الجنين ويجب ايقاف الليثيوم. لكن الدراسات الحاليه شافت على انه احنا اذا وزننا خطر ايقاف الليثيوم مع خطر بقاء الليثيوم والست حامل، لا الخطر اقل كثير، لان نسبه حدوث يعني الحاله القلبيه اللي بيحكوا عنها يعني خلينا نقول 1 على 4000 أو 5000. فاحنا الان بهمنا الان صحه المراه وما صيرش عندها انتكاسه، لان اذا صار في انتكاسه خلال الحمل يعني ممكن تفقد الجنين. وصراحه في عندي بعض حالات استمروا على الليثيوم والحمد لله الامور كانت يعني جيده. دكتور، هل نوبه واحده من الهوس ونوبه واحده من الاكتئاب طيلة الحياة كفيلة بأن يشخص المريض بأنه مصاب بثنائي القطب؟ نوبة واحدة من الهوس نعم، إذا واحد صارت عنده نوبة هوس سواء كانت مانيا أو هايبومانيا أو تبع دوروية المزاج اللي حكيناها، نعم يشخص ببايبولر أفكتيف ديس أوردر. نعم مع الاكتئاب يشترك؟ مش شرط، في بعض حالات يعني مش شرط يجي باكتئاب، خلص نوبة هوس واحدة كافية للتشخيص في البايبولر أفكتيف ديس أوردر. هل يجب أن يترافق دكتور في ثنائي القطب القطبين الهوس والاكتئاب؟ يعني ممكن يكون شخص فقط عنده هوس شديد ملاحظ عليه لفترة طويلة من دون اكتئاب أو العكس تماما؟ هلا صراحة هنا منيح اللي سألت السؤال، معظم الأهالي عادة بيراجعوا بالمريض لما يصير عنده حالة الهوس، لما يصير اكتئاب ومتعودين على الشخص عنده حالة هوس شديد يصير اكتئاب ويقعد في الدار وينعزل ما بيراجعوا فيه. صحيح. فمعظم حالات الاكتئاب ما بتبينش أو لا تراجع الأطباء، لأن الأهل بيكونوا ارتاحوا شوي، بيكون المريض أصلا مغلبهم بالعظمة بالتدخلات بالمشاكل اللي بيسويها مع الناس، بتلاقي بنسحب وبقعد في الدار بهدا، فبيعتبروه الأهل تحسن. ترى هاي يعني ظاهرة معروفة عنا بالطب النفسي، معظم الأهالي بيراجعوا بحالات البايبولر أو استقر مزاجه إنه خلاص لما يصير عنده حالة العظمة ويصير عصبي ويتدخل ويعمل مشاكل، لكن لما يدخل في حالة الاكتئاب معظمهم ما بيراجعوا، بيعتبروه هيدي وانهم ارتاحوا. نعم، المشكلة هنا تكمن دكتور انه خلال نوبة الهوس قد يتخذ المريض قرارات غير مدروسة، قرارات غير عقلانية، خصوصا فيما يتعلق بالبيع بالشراء بالعقود في التعاملات التجارية. كيف يكون هنا الحال بالنسبة للمسؤولية القانونية وحتى المسؤولية الطبية؟ يعني هذا طبعا من الأشياء اللي بتواجهنا كثير بالعمل. هلا صراحة المريض اللي عنده اللي بيتخذ قرارات بخلال مرحلة الهوس أو ما تحت الهوس هو عادة بيكون يعني واعي للي سواه، لكنه غير مدرك لعواقب. غير مدرك، فطبعا هي بتعفيه من المسائل القانونية بنسبة كويسة، مش زي حالات الفصام العقلي أو الفصام أكثر. الفصام طبعا الفصام عادة بتعفيه من المسائل القانونية، لكن في حالات البايبولر والهوس عادة لما يكون اتخذ قرار بتاخذه جزء من المرض، عارف هو أنه غلط لكن هو مش مسيطر على درجة الهوس أو درجة العظم اللي عنده. فاحنا عادة بالتقارير تعودنا على أنه الشخص مدرك لكنه غير قادر على تحمل المسؤولية وغير قادر على فهم ما يترتب عليها من عواقب. تحدثنا عن الأعراض وتحدثنا عن العلاجات وطرق التشخيص، ولكن دكتور لم نتحدث عن الأسباب. هل دائما ثنائي القطب الإصابة به مرتبطة بصدمة فجائية أم هو يلعب في العامل الوراثي دور كبير؟ ثنائي القطب صراحة من الأمراض النفسية اللي نسبة الوراثة فيها عالية. العامل الوراثي مهم جدا، يعني أنا مثلا لما يجيني عادة مثلا خلينا نقول صبية بالعشرين أو بالثلاثين وبتشكي من اكتئاب وبتحكي لي والله على أنه مثلا والدها أو شقيقها عنده باي بولر، أنا هنا يعني بتأنى بإعطاء الأدوية المضادة للاكتئاب لهاي الصبية، لأنه ممكن يكون الاكتئاب هذا بداية باي بولر. فالنسبة الجينيتكس أو العوامل الوراثية في الباي بولر عالية، أعلى كثير من الأمراض الثانية. هل يشترط دكتور أن يكون هنا أحد أفراد الأسرة سواء من درجة الأولى أو حتى من الجد السابع مصاب بباي بولر، ولا ممكن دكتور يكون مرض عقلي آخر لكن يورث الثنائي القطب؟ هلا طبعا العلاقة ما بين السكيزوفرينيا والباي بولر فيه، بقول لك أنه إذا كان في سكيزوفرينيا بالعائلة ممكن يطلع واحد باي بولر، لكن الباي بولر بالذات له خصوصيته. هلا في دراسات عن علاقة البايبولر مع السكيزوفرينيا، سكيزوفرينيا مع بايبولر، لكن احنا لو اجينا على ثنائي القطب كثنائي القطب له خصوصيته. اذا في العيله بايبولر بتلاقيها منتشره داخل العائله. نعم.
وهذا مهم جدا في علاج حالات الاكتئاب. ممكن النوع الأول أو الثاني أو الثالث؟ نعم، يعني أنا مثلا بيجيني حالات صراحة بكون صار له 10 أو 15 سنة بتعالج من اكتئاب ومش بتحسن، بكتشف على انه مثلا بكونش المريض حاكي مثلا للزملاء على انه مثلا ابوه ولا واحد من اخوانه او اخوانه عندهم باي بولر. فلهذا السبب السيره المرضيه، انا طبعا ما بقلل من قيمه اي حدا، لكن السيره المرضيه مهمه جدا. يعني حتى لو ظلوا باستمرار يجيني باكتئاب وفي حدا بالعيله باي بولر، لازم انا ادخل علاجات اللاموتروجين، علاجات الليثيوم، الصوديوم فالبرويت كجزء من العلاج. هل يمكن دكتور أن يشترك الفصام وثنائي القطب بنفس الوقت في نفس الحالة؟ يعني مثلا يكون مصاب بهذا المرض وهذا المرض؟ هلا في كثير مرضى صراحة أول ما يجوا على من يشخصهم ثنائي القطب، بعد فترة بتشخص ولا هو سكيزوفرينيا أو بالعكس، بيكون ظهر المرض ولا كان مترافق معه بس مش واضح. هلا مثلا في مرضى اللي عندهم حالات الهوس الكبير، في حوالي 15-20% منهم تيجي عندهم أعراض فصامية مثل الكاتاتونيا مثلا دكتور. غير الكاتاتونيا، حتى موضوع السماع الأصوات، حتى موضوع الشكوك، الهلاوس السمعية، البصرية، الشمية، إنه التلفزيون بيحكي علي، الراديو بيحكي علي. عادة هذول المرضى اللي عندهم المانيا أو الهوس الكبير بتلاقي أعراض الذهان بتتحسن بسرعة، لكن بتظل المانيا. لكن ممكن بعد فترة يجي عنا على يدخل المستشفى أو يراجع بحالة فصام، تكون فصام بس مش واضحة بالشكل الصحيح. ترى علاقة الفصام مع الباي بولر في علاقة يعني قوية، وخصوصا لأنه الهوس الكبير ممكن يصاحب زي ما حكيت 15-20% حالة يعني أعراض دهانية بسموها الشنايديريان فيرست رانك سيمتومز، وهذه مهمة جدا. نعم، في حال دكتور عدم استجابة المريض للأدوية أو كانت حالته مثلا سيفير واستدعى دخوله للمستشفى وكانت في أعراض دهانية، كيف تتعاملون في هذه الحالة؟ هلا طبعا الباي بولر له يعني خلينا نقول في بروتوكول علاجي عالمي. نعم. طبعا هلا في عندنا مرضى بتجرب عليهم كل أنواع الأدوية وما في استجابة، فعندنا آخر خط اللي هو أحيانا ممكن نستخدم في حالات الاضطراب ثنائي القطب الشديد الغير مستجيب، نصل لمرحلة استخدام الاي سي تي أو بسموه الالكترو كونفالسيف ثيرابي أو العلاج بالصدمة الكهربائية. لما يكون ريزيستنس. نعم. هل يستجيب هنا دكتور؟ نعم طبعا. ومتى تحدث الاستجابة؟ من الجلسة الأولى الثانية؟ هلا يعني هي بدها زي ما حكيت لك شوية صغر، ممكن الجلسة الأولى طبعا لا، بس ممكن بعد الثانية والثالثة تبدأ تصير استجابة. وهذه عليها دراسات في حالات الثنائي القطب المقاوم للعلاج أو الهوس المقاوم للعلاج. نعم ممكن استخدام الصدمات الكهربائية. الهوس المقاوم للعلاج استخدمنا معه الاي سي تي، شو اللي رح يصير؟ شو النتاج؟ بتحسن، بتعدل المزاج، بخف الهوس، هذا واضح جدا معروف، لكنه لا يذهب الى نوبه الاكتئاب كما يقال. لا هون يعني ما بقدر احدد، لكن في عندنا حالات تحسنت، في عندنا حالات تحسنت والأمور تعدلت. هذا بالنسبة لمدى الاستجابة. هل من أضرار أو تحفظات على استخدام الاي سي تي في علاج؟ هذه دائما خوف الناس من الاي سي تي، من كلمة العلاج بالصدمة الكهربائية. هو أأمن من الأدوية، خصوصا لنساء الحوامل، حتى لأي شيء، حتى بكبار السن. أنا لما أحكي لواحد من كبار السن عنده اكتئاب، خلنا نعمل لك علاج بالصدمات تتحسن خلال أسبوع، الأهل بيسمعوا كلمة صدمات بفكروا الموضوع بالعكس، فكروها تعذيب كما في السجن. هي بالعكس، هي الأمان، نسبة الأمان فيها عالية جدا. بقول لك الخطر بصير مش من الصدمة الكهربائية، الخطر من الأنستيزيا. نعم، نسبة الخطر ما بتتجاوز 1 على 10,000. دكتور موجودة أيضا في أي عملية جراحية. يعني فالخطر فيها ما بتتجاوز 1 على 10,000. أنت عم تحكي عن مدة دقيقتين 3. بالضبط. بس عادة الناس يعني لما يسمعوا كلمة اي سي تي بيعتبروه صار في قرار ضخم داخل العائلة وبصير في مباحثات. وصراحة معظم اللي عرضنا عليهم اي سي تي، أنا على الأقل بحكي اللي عندي، يعني المعظم رفض. نعم المعظم رفض. دكتور بتحس إنه مثلا أنتم كأطباء مناط بكم دور كبير في التوعية بضرورة استخدام مثل هذه العلاجات كخط علاج ثاني بعد الأدوية في حال مقاومة الأدوية؟ احنا مناط فينا طبعا، لكن انت عندك الآن الرأي المجتمعي حتى بالأدوية النفسية العادية، يعني خصوصا انا لانه برضو بالإضافة لعملي كمستشار اول في الطب النفسي، انا برضو اختصاص طب نفسي اطفال ومراهقين، وخصوصا مثلا في حالات التوحد او حالات فرط الحركة. يعني طبعا الأهل بيجوا لما يسمعوا دواء عادة ما بيرجعوا. نعم.
بدوروا على اللي بيحكي لهم على أنه الطفل بده علاج سلوكي. صحيح. وهذا طبعا الكلام مش دقيق نهائيا. جميعها علاجات تكميلية وثانوية ومساعدة لحالات تستدعي فعلا العلاج الدوائي. نعم. طبعا شكرا لحضورك معنا الدكتور أمجد جميعان، مستشار أول الطب النفسي واختصاص في رعاية طب نفسي أطفال ومراهقين، على كافة المعلومات اللي قدمتها. شكرا جزيلا على الدعوة، وإحنا زي ما حكيت إحنا من أهل الدار. من أهل الدار. يا نعم. هلا فيك دكتور. هلا فيك والله.